السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم غادي نوجدوا لطارت باللوز، إن شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم. نشوفوا لا فيديو، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. على بركة الله ندوز المكونات اللي غادي نحتاجو لها لطارت. غادي نحتاجو اليوم هنا جوج ديال البيضات، اللي هما يا بيضة كاملة وصفار بيضة، بيضة ونصف يعني بيضة كاملة وصفار بيضة. غادي نحتاجو 125 غرام ديال السكر كلاص أو السكر كلاصي. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة. أنا استعملت هنا الزبدة اللي كنستعملو هكا في الحلويات وهذا، يعني ماشي ديك الزبدة اللي تناكلو، داكشي علاش غادي ندير معاها جوج معالق ديال الزيت النباتي، جوج معالق كبار ديال الأكل. درنا هنايا 250 غرام ديال الدقيق، ودرت معاها رشه ديال الملحة في الدقيق، ودرت واحد ساشي فاني وساشي ديال البيكنج باودر أو الخميرة ديال الحلويات، ودرت مع قرصة الملحة اللي قلت لكم. هنايا هاد الليمون اللي غادي نستعملو، انا غادي نستعمل هاد لي طارت اللي هما فرديين. نتوما ممكن تستعملوا لي طارت الحجم العائلي، اولا اختاريت انا هاد الميني طارت، يعني كي تقدموا هكا كيجيوني حسن، داكشي كيبقى اختيار، يعني ممكن واحد طارت راه مزيانه. هذا فيما يخص العجين، يعني هذا غير البات صابلي. دابا غادي ندوز لاكريم اللي غادي نحتاجو، يعني كريمه اللوز اللي غادي ندير في هاد لي طارت. على بركه الله غادي نحتاج هنايا 150 غرام ديال اللوز اللي انايا شديتو ونسحتو فقط وطحنتو، ما حمرتوش. ممكن انك تحمريه في الفرن من بعد طحني، ممكن انا غير اختاريت انني غير مسحتو هكا بالقشره تاعو، يعني كيبان اللون تاعو بالقشره طحنتو. عندي هنا 100 غرام ديال السكر خشن ولا سكر سنيده، عندي جوج بيضات هنايا، عندي 150 غرام زبده، عندي 40 غرام ديال النشا اولا مايزينا، عندي نصف ساشي ديال البيكنج باودر، نصف ساشي فقط كيف كتشوفوا راه نقسمتها. دابا ندوزو على بركه الله على تحضير ديال البات سابلي، وندوزو ان شاء الله نشوفوا الطريقه. شديت هنايا قصريه فاش غادي نصايب هاد هذا، درت معاه الزبده ودرت واحد الفاني. غادي ندير السكر اول حاجه في البات فابلي، هي العكس ديال البات بريزي. البات بريزي كنخدموا الدقيق هو الاول مع البيض، عاد كندخلوا المواد الاخرين، هذه العكس. غادي نخدم السكر والزبده حتى كيوليو لي بوماد، عاد كنضيف المواد الاخرين، يعني العكس ديال الاخرى تماما. هذا هو سر النجاح تاعها، انه كتخدم هاد الزبده مع هاد السكر حتى كيوليو لنا بوماد، صافي كيدوبوا. هذا الشيء علاش الزبده يستحسن انها تكون في حراره الغرفه، هكا كتسهل علينا الخدمه. ان شاء الله غادي نخدمها مزيان وغادي نتلاقاو. صافي انا خدمت حتى كان ولا ليا بوماد هكا مزيان، خدمته مزيان. دابا غادي نزيد البيض، نحاول ندخل هاد الكمية ديال البيض في مع الزبدة والسكر. صافي عاد كنضيف المواد الجافة اللي هي الدقيق والخميرة ديال الحلوى وديك القبيسة ديال الملحة أنا درتها في الطحين. من بعد ما درت هاديك البيضة وصفار بيضة، غادي ندير هاديك الكمية اللي هنا ديال الزيت النباتية. ملي كندير الزيت كنحاول أنني نجمل. صافي غادي نزيد دابا دقيق، صافي هنا عشان جمعتها من العجين كيف كتشوفوا معنا لاباط صابلي كي كانت كتجي. غادي نلويها فيلم ان لو مونتور، غادي نخليها كترتاح 30 دقيقه في الكورجاتور، من بعد غادي نخدم بها ان شاء الله. صافي سرحت العجين كيف قلت لكم، انا خليتها كترتاح واحد شويه واحد 30 دقيقه، من بعد سرحت هكا العجين رشيتها بالطحين في سطح العمل. غادي نجمعو هكا بالدلاك، الدلاك غادي يعاوني، وغادي نفرش هاد الليمون وغادي نسرح عليه العجين وغادي نقطع به العجين. هكا غيجيني عملي، غيجيني ساهل. حتى
نقطع هاد العجينه هكا من الليمون وغادي نحيدها ونعاود نحاول نقد الاطراف كلهم. صافي نتلاقاو ان شاء الله. صافي انا ساليت العجينه ديالي في الليمون ديال اللي طاح، غادي ندير شويه ديال الشوكولا في القاع ديال لي تارت. هاد الشوكولا ممكن انا نديرو كونفيتور، شي بعض المرات كنديرو غير الكونفيتور تيجيو رائعين بيه. الكونفيتور يكون ديال مشمش يكون سائل، داك اللي كيكون ما فيهش لي فخوي باينين، يعني ما فيهش تقاد تاع لي فخوي، كيكون بحال الشكل ديال ناباج، يعني كيكون سائل بزاف. صافي غادي نصغر هاد الطرف ديالي هكا، نحاول نستف جميع كمية هكذا. المكونات اللي قلت لكم الزبدة والبيض واللوز والسكر ونص صاشي خميرة و 40 غرام ديال النشا، أنا ضربتهم في الضرب ديال الكاس ديال العصير، ضربتهم مزيان حتى كينسجمو لي هاد المكونات. وغادي نحاول ننزل لاكريم في لي فون دو طاخت هكذا. والفران انا رانا شعلتو تيسخن. واحد النصيحه بغيت نقولها للاخوات اللي كيتشكاو من لي فوق هادو لي طاخت تاعهم تيجيو نازلين من الجناب، فهداك خصنا ان شاء الله منين نصايبو هادو في ليمون ندخلوهم للفريكو هكا العجينه في ليمون صايبه. علاش؟ باش هذيك الزبده كتقبط راسها كيجينا الشكل ديالهم مزيان، ما تيطيحوش لينا هكذا، كتجينا النتيجه مرضيه. انا غادي ندخلهم من الفران مسخن، كيف قلت لكم سخنتهم من قبل 180 درجه، ونشعلوهم تحت وكنطيبو، غادي نشعلوهم فوق يتحمرو، وان شاء الله غنتلاقاو بحال ان شاء الله. لي طارت ديالنا موجدو خرجو من الفران، كيف قلت لكم كنشعلو لهم في الاول غير تحت وكان كيبداو كيحمروا في الجناب، وصافي مع لاباط تنفخ يعني تيجيو رائعين، حتى من التقرميشه ديالهم كيجيو طايبين واحد اللون. نتمنى هذا الاقتراح ديال من الاعجاب ديالكم، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر او لا سبسكرايب، هكا كتشجعوني. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبصحه وراحه.